اي حد يستاهل المحاكمه عليه. ولو قررنا من الاول ان احنا نطلق احكام من نوع انه ده شكله لبش وده شكله بلطجي، يبقى احنا مش محتاجين محاكمه. احنا عملنا المحاكمه بنفسنا وقررنا قرار بنفسنا. والناس مش قادره تفهم ان طول ما احنا بنسمح من نوع ده بالتجاوزات يصير هيجي حد يلاقي فينا احنا حاجه مضايقاهم، اما لقمع ثوريين واعتقالهم، واما بنعمل بنمارس احكام طبقيه جدا واحنا مش واخدين بالنا، وساعات ده بيضيع حق الناس واحنا مش واخدين بالنا. احنا بسهوله بنقبل قصص تهدر حق الغلابه، وبسهوله بنقبل قصص تخليهم ضحايا اكتر للظلم. انا كنت واقف فعلا يعني واقفه احتجاجيه مسالمه جدا سلميه، وفوجئ ان انا اتخطف، وفجاه بقيت انا راجل متهم بتهمه احداث القوة والعنف. وفي مشكله في المطلق لازم يبقى المبدا الاساسي هو محاكمه عادله للكل. مش مطلوب مع كل قضيه نقنع الناس ليه الشخص ده بالذات من حقه محاكمه عادله. اخواتي بتوع لا للمحاكمات العسكريه، لا للمحاكمات العسكريه للمدنيين، بايدينا تسقط المحاكم العسكريه للمدنيين. احنا ابتدينا نعرف عن طريق قصه عمر. الضحايا الاساسيين مواطنين عاديين كانوا بيحاولوا يكملوا حياتهم عادي بعيد عن اللي بيحصل في الميادين المختلفه. فكتير من الناس في مناطق مختلفه كان اي حد شايفينه شكله غريب او شكله بلطجي او شكله مش عاجبهم كانوا بيسلموه للجيش عشان يشيلوا من عليهم مسؤوليه التعامل معاه. والجيش كان اللي بيعمله وقتها انه كان بيلفق لهم تهم ويحطهم في محاكمات عسكريه. كان فارق معايا قوي انه الناس ما ينساقوش ورا خبر بلطجيه بس، ويبقى ده كافي لان هم ضميرهم يرتاح، وان هم يبقوا شايفين صوره وشايفين حد وشايفين قصه وشايفين اخ بيدور عليه وشايفين ام منهاره عليه. وفي الاخر اللي مدي مصداقيه المجموعه لافراد زي في المجموعه بتاعتنا انه احنا مش قاعدين بنندد فقط بالمحاكمات العسكريه، احنا بننزل وبنقعد مع الاهالي وبنتعرف على الاهالي وبنبقى معاهم في المعركه، وبالتالي هم بيبقوا معانا بيبقوا جزء من الموضوع، فالشغل بتاعنا شغلهم، فنقدر نبقى مطمنين ان احنا مدعومين ب 12,000 اسره بندور على حقوقهم وحقهم بقى جزء مننا.